السلام عليكم، يعطيكم العافية مرة ثانية في حصة جديدة وفرصة جديدة لتطبيق جديد على القاعدة اللي أخذناها المقارنة والتفضيل Comparative and Superlative. نبلش مع بعض مجموعة من الأسئلة، راح نشوفها بعد شوي، نحاول نطبق ونجاوب عليها مع بعض. السؤال الأول بيحكي Who is older than Ali? Who is older? Who is older? Older than Ali. ما حكيت the oldest. لو حكيت the oldest يعني الأكبر، وحيطلع نفس الجواب بس أكبر من علي اللي هو أسامة. لو كان واحد ثاني بدركز فيها أكثر من هيك، كانوا في ممكن يكون واحد أكبر من أسامة، لكن older تختلف عن oldest زي ما حكينا سابقا، أنه هاي مقارنة. Yes. الجواب صح. نشوف السؤال الثاني. Who is the youngest? Who is the youngest? Youngest معناها young، معناها صغير. Young معناها that's mean very little، صغير. نجرب نشوف، معقول يكون علي؟ No. ممكن يكون أكيد the youngest هو سامي. Yes. السؤال اللي بعديه Who is slower than the rabbit? Who is slower? Slow that's mean بطيء. Who is slower than the rabbit? Who is slower than معقول يكون cheetah؟ نجرب. No. إذن slower than اللي أبطأ من الربت اللي هو Yes. snail. شوف اللي بعديه Who is the fastest? Who is the fastest? الأرنب سريع، لكن هو is the fastest، الأسرع. مين الأسرع؟ اللي هي cheetah. Yes. هاي مقارنة ولا تفضيل؟ fastest أكيد بما إنه معه EST، إذن حيكون هذا تفضيل. ممتاز. لو إنه حكينا faster than، ممكن نحكي Who is faster than مثلا the snail، بيكون the rabbit أو cheetah، الثنتين بيكون صح. لكن the fastest مش ربط، لأنه بحكي الأكثر سرعة فيهم الثلاثة هذولا اللي هو التشيتا، اللي هو فهد. زي ما بتعرفوا الفهد كثير سريع، أسرع منكم كلياتكم، لا تخافوا، شو ما تسووا بضلوا أسرع منكم، حتى الأرنب أسرع منكم، وبعض الناس السنيل أسرع منهم، مش كلكم، بعضكم. نكمل نشوف التمرين اللي بعديه أو السؤال اللي بعديه. Who is stronger؟ نركز بهاي الجملة. Who is stronger than Majid؟ ما حكيت أنا the strongest، حكيت stronger than ماجد، يعني أقوى من ماجد. ماجد أنه أقوى منه؟ أكيد مش حيكون ياسر، أكيد حيكون سعيد، لأنه لو نحط ياسر حيحكي لنا no. لكن لما نحكي سعيد بيحكي yes. لنا أنه الجواب صحيح سعيد. نكمل ونشوف. Who is the weakest؟ هنا نفس الشيء، لكن أعطانا the weakest، مين الأضعف، أضعف واحد فيهم؟ أكيد حيكون في عنا اللي هو بوب. نشوف صح ولا غلط. Yes. Which is lower than Evil Tower? Which is lower? Lower في مقارنة بين اثنين. Lower. مين أخفض من Evil Tower؟ أخفض منه. ممكن هذا يكون أخفض منه؟ لا، أكيد برج خليفة أعلى منه. اللي أقل منه بيكون البيج بن. نجرب نحط برج خليفة؟ No. No. ما زبط. نجرب نحط بيج بن؟ Yes. الجواب صحيح، بيج بن. Which is the highest? Which is the highest? أنا هو الأعلى. وهم بركز مرة ثانية بين الفرق بين higher و highest. Higher إني أحكي إنه إشي أعلى من إشي، ما حكيت higher than مثلا بيج بن، ما حكيت، حكيت أنا the highest يعني أعلى واحد فيهم كلياتهم اللي هو برج خليفة زي ما احنا شايفين بالصورة. Yes. Who is fatter than باسم؟ مين أنصح من باسم؟ باسم مين أنصح منه؟ أكيد اللي شايفينه أنتو اللي أنصح أسامة ولا خالد؟ الجواب بيكون خالد. نجرب ونشوف. Yes. تمام، ممتاز. هس Who is the fastest؟ ما حكيت fatter than، هس بحكي the fastest. قبلية حكينا fatter، هس حكينا بنحكي fast fastest، يعني الأسمن فيهم اللي هو أسامة.
لا مش أسامة، اللي هو خالد. Yes. تمام. Who is، هاي الصفة الشاذة اللي حكيناها سابقا، Who is worse than luck؟ مين أسوأ من، يعني بالمراكز، هذا ما حاصل على 3 ميداليات، هذا حاصل على ميدالية ذهبية واحدة، هذا حاصل على ميدالية فضية زي ما احنا شايفين. فأسوأ واحد فيهم لو طلعنا على الصور حنلاقي انه ريك اكثر، اقل واحد فيهم ماخذ، بعدين هذا ماخذ ميدالية واحدة، بعدين اللي هو لك، وجيمس ماخذ 3 ميداليات. فهذا هو ذا بيست اللي هو جيمس. ممكن نحكي بيتر ذان، نستخدم لك از بيتر ذان ريك، لكن ذا وورست اللي هو ريك. يعني ممكن اشكل اكثر من جمله انا باستخدام هاي الصوره اللي قدامي. ممكن احكي ريك از worse than luck. Luck is better than Rick. James is the best. James is the best. أكثر أفضل واحد فيهم لأنه معه 3 ميداليات. إن شاء الله كلكم تكونوا the best. نشوف هنا who is the best. هس حكيناها who is the best. هو طبعاً ممكن أشكل أنا أكثر من جملة على الصور الأمامي باستخدام المقارنة والتفضيل. هو بيسألني هان هو از ذا بيست، انه اكثر واحد فيهم، اشطر واحد فيهم، احسن واحد فيهم، اللي هو جيمس زي ما حكينا قبل شوي. بشكركم مره ثانيه، تطبيق سريع كان للقاعده. انتظرونا مره ثانيه بالحصه القادمه، راح يكون في عندنا حصه جديده واشياء جديده حناخذها المره الجايه. يعطيكم العافيه والسلام عليكم.